هل تستطيع هواوي سحب البساط من تحت الاندرويد بنظامها الجديد الهارموني او اس؟ يلا خلونا نشوف. ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدة تكنولوجية جديدة. لكن قبل ما نبدأ تلك الهبدة ما تنساش لايك العظيم يلي سبسكرايب المتين، وبعد كده فعل النوتيفيكيشن بيل كي يأتيك منا كل جديد. ما تنساش تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج وهتلاقي التيك توك بيج برضو، ابقى اعمل لهم فولو. وبعد كده يلا نبدأ هبدتنا بقى. يلا سؤال يطرح نفسه، هل يستطيع النظام هواوي الجديد للهارموني او اس يدي كتف قانوني كده للاندرويد ويزيحه من الصورة ويحل مكانه هو ويخلي شركات كتير تتعاقد معاه بدل ما بتتعاقد مع جوجل؟ لكن قبل ما نجاوب على هذا السؤال خلونا نديكم بعض كده اللمحات عن تسريبات الهارموني او اس 3. بعد النجاح الكبير اللي حققه الهارموني او اس 2، اطلع لكم هبدأ فوق كده كنا اتكلمنا فيه على الهارموني او اس 2 ده، تبقوا خدوا فكره عنها يعني. فيبدو بعد هذا النجاح اللي قلنا عليه شركه واوي قالت لا انا هنزل بالاو اس 3. الهارموني او اس 2 تم اصداره في شهر يونيو السابق، وحسب تصريحات واوي انه من شهر 6 لحد الفيديو اللي انا بعمله ده تجاوز عدد مستخدمي الهارموني او اس ل 120 مليون مستخدم، وده في حد ذاته نجاح كبير جدا لشركه واوي بنظامها الجديد. وفي 24 اكتوبر يعني خلاص كمان كام يوم في مؤتمر لشركه واوي، لكن لسه ما فيش اي تسريبات او اي ملامح ايه اللي هيتقال في هذا المؤتمر. لكن في ناس كتير جدا بتقول ان احتمال كبير جدا يتم التنويه عن الهارموني او اس 3. وفي اخر تصريحات للمدير التنفيذي لشركه واوي قال ان التطويرات اللي على الهارموني او اس تفوق التوقعات. عامه الكلام على ان المؤتمر القادم اللي في 24 اكتوبر ده هيتقال فيه حاجه عن الهارموني او اس 3 كلها تسريبات وكلها توقعات، فما فيش حاجة أكيدة بالنسبة للقصة دي. لكن نرجع بقى لسؤالنا اللولبي اللي كان أول بوم 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 بوم. لكن نرجع بقى لسؤالنا اللولبي اللي قلناه في أول تلك الهبدة، هل مع الوقت ممكن الهارموني أو إس يحل محل الأندرويد؟ آه ولا لا؟ الإجابة من وجهة نظري المتواضعة لا، العملية لسه قدام هارموني أو إس فترة شوية عقبال ما تحل محل الأندرويد، وده بسبب بسيط جدا هو خدمات جوجل زي اليوتيوب وزي الجوجل ايرث وزي الجوجل ميت واليوتيوب والحاجات اللي بتملكها شركة جوجل. ورغم ان واوي تغلبت على كثير من المواضيع دي بالابليكيشن اللي هو اسمه بيتل سيرش اللي منزلاه، وبتقدر عن طريقه انك تنزل اي برامج سواء اليوتيوب او الجوجل مابس والحاجات دي كلها بتقدر تنزلها من البيتل سيرش، ولكن المشكلة لما بتنزل برامج دي من على البيتل سيرش بتقابلك كده بعض المشاكل التقنية، ففي ناس كتير ما ارتحتش للموضوع. ولكن ساعدتك كده حط نفسك مكان الشركات الكبيره اللي هي زي تشاومي فيفو اوبو، معظم الشركات اللي بتتعامل مع جوجل ومعتمده على الاندرويد كنظام تشغيلي رئيسي ليها. الشركات دي تسال نفسها سؤال، انا لما انقل للهارموني او اس انت يا شركه واوي هتقدمي لي ايه نظير ان انا اغير شقلب حياتي كلها والغي تعاقدي مع جوجل واخش قصه ان انا مش هيبقى عندي جوجل سيرفيس و يعني ونظام تشغيلي بالكامل هيتغير؟ طيب انا اعمل كل ده ليه يا شركه واوي؟ انت هتقدمي لي ايه نظير الكلام ده كله؟ معاكم ان نظام التشغيل الهارموني اس اخف اسرع بيوفر في البطاريه، كل دي مزايا عن الاندرويد. ولكن هل دي اسباب كافيه تخلي شركات كبيره تعمل تغيير جذري في تعاقداتها وفي نظام تشغيلها وحول من نظام لنظام؟ لا اظن هذا، ولكن الايام بيننا. النظام اثبت نفسه الهارموني اس زي على حسب تصريحات شركة واوي 120 مليون مستخدم حاليا بيستخدموا الهارموني او اس 2، فمين عارف ممكن مع الوقت ممكن مشكلة جوجل سيرفيس دي تتحل او يلاقوا لها بديل جذري عن طريق الهارموني او اس. لكن الى ان الموضوع ده يتحل لا اظن ان الهارموني او اس هتقدر تدي هذا الكتف القانوني اللي قلنا عليه في اول الهبدة للجوجل والاندرويد. بس كده، و حبيت اشرككم في تلك الخاطره اللي خطرت في بالي، ونراكم في هبدات قادمه ان شاء الله. لكن قبل ما تقفل ما تنساش لايك سبسكرايب نوتيفيكيشن بيل تنزل تحت في الديسكريبشن تعمل فولو للفيسبوك بيج. وبس كده، ونراك بقى في هبدات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.